خايف من اللي بيحصل؟ حاسس بإيه؟ إيه؟ حاسس بإيه؟ في ضرب نار. شفت ضرب النار؟ آه. ها؟ خايف من؟ فوق البيت. أنت ساكن هنا حمادة؟ لا أنا جاي لجوز أختي هنا قاعد هنا فجاي أقعد معاه. لقيته جاي عليا لما لقيت فيه. يعني أنت جاي عشان تحميه؟ جاي معاه آه للبيت وكده. أنت ساكن فين بقى؟ أنا ساكن في الحي التامن. في الحي التامن؟ آه. ده مسافة قريبة. ما هو يعني اتصل بيا الصبح بدري لما حصل كده فنزلت له هنا عشان أقعد معاه. لما جيت شفت إيه؟ الناس الاخوان بيجوا على الداخليه بيتصوا عليهم طوب ودول بيردوا عليهم طبعا وناس جماعه حاولت تخش هنا عند جوز اختي هنا فقعدنا نحوش لما قفلنا البوابه وقعدنا نحوش. كم واحد دخل تقريبا؟ كتير مجموعه كتيره هاجموا مره واحده بس الداخليه على طول. الغرض ايه؟ الغرض ان هم يستخبوا ان هم يهجموا عليكم؟ لا لا بيستخبوا. الغرض ان هم يخشوا البيت يستخبوا بس بيستخبوا لا بيستخبوا بيبص عليهم بيستخبوا بس الداخليه بقى لما خرجوا ازاي ما دخلوش اصلا جريوا الداخليه جريت وراهم جريوا ما قعدوش. تمام يعني طب انت ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي اللي تدا بلد بتضيع؟ طب انت مع فض الاعتصام بالقوه؟ ما هو ما نفعش معاهم. تعال اشرب تعال اشرب. ما حدش مش عايزين يتحاوروا مع حد يعني هم اللي مش عايزين يتحاوروا مع حد. طب انت من وجهه نظرك الاعتصام ده ممكن ينفض النهارده فعلا؟ خد امسك. لا ما اعتقدش ما فيش اصل مدينه نصر دي كلها شوارع ما هيحوزوا مين ولا مين؟ ده هم زي ما يكون بيدافعوا عن نفسهم. هيفضوه ازاي؟ بس هم عندهم فرصه ان هم يخرجوا سلميين. عندهم فرصة وعمالين بينبهوا عليهم. عمالين بينبهوا عليهم. مخرج سلمي. هو اللي ما خرجش. هم اللي ما خرجش. فول عمر فول عمر ده بيتقطع كده شباب بيتقطع على الاعتصام كان لازم يتفض من زمان لان دول اساسا بلطجيه ومكفرين الناس ومعطلين الدنيا ومعطلين البلد. يا عم في ايه؟ ومعطلين البلد وموقفين حال البلد خالص فكان لازم الاعتصام ده يتفك حتى لو هيموتوا كلهم. طب حضرتك مع فض الاعتصام بالقوه؟ لا ايوه معايا لان هم عامل عمال بيقطعوا ايدين العيال الصغير الاطفال ومش لاقيين شغل وانا واحد مش لاقي شغل عندي 60 سنه مش لاقي شغل. كنت بتشغل غفير ومش لاقي ولا حاله واقفه سيادتك يعني الوضع ده امبارح وقت امبارح كده كويس بالاعتصام القوة لازم يجزروهم لان كده البلد هتتعب هم لو جبتوهم هيشتاقوا اكتر من الخارج ويجيبوا معدات اكتر ويحاربوا الجيش ويحاربوا الشرطه ويحاربوا الشعب ويحاربوا ايوه الفتنه الطائفيه دي ايه اللي نزلت في البلد وعايشه بجد سودا يعني حاله لا تطاق بصراحه يعني الحاله دي يعني لا تطاق لازم كده عارفه فرم على الدوله اللي عملت كده كنا كل فلوس كنا نقول الحكومه يد مرتعشه الوقت اثبتت ان هم يعني رجاله بصراحه وقد المسؤوليه. طب حضرتك تتوقع ان الاعتصام النهارده ممكن يتفض؟ يكون فض طبعا ولا يكون في تعامل بالقوه برضه؟ لا تعامل بالقوه هم مش هيسكتوا معاهم سلاح وجامد وعندهم كل حاجه وعاملين وكانوا هيروحوا الجمعه الجايه هيروحوا التحرير وهيروحوا بتاع ده وهيروحوا الاتحاديه وهم اشتاقوا بالخارج. بس ولا واللي جوه ده برضه كاوتش خلي بالك واللي جوه برضه كاوتش بس مش زي كده على فكره يا باشا معلم هو